دورة تدريبية لتجهيز موظفي مراكز الاقتراع في زوارة تنظمها اللجنة الفرعية للانتخابات البلدية في المدينة. في جزئين لموظفي مراكز الاقتراع، الجزء الأول آلية عمل موظفي مراكز الاقتراع، والجزء الثاني آلية العد والفرز. العدد المستهدف في بلدية زوارة 10 مراكز انتخابية متمثلة في 25 محطة بإجمالي عدد موظفين 114 موظف. الدورة تشمل الموظفين في المراكز الانتخابية والذين سيشرفون على الانتخابات المقبلة في البلدية، حيث ترعاها اللجنة المركزية للانتخابات البلدية. اليوم البداية كانت بثلاث مراكز انتخابية ب30 موظف، مركز انتخابي شهداء بوكماش، ومركز انتخابي عبد العزيز حنيش، ومركز انتخابي 20 فبراير. الدورة يتناوب عليها مدربين من مدربي اللجنة المركزية. تستمر الدورات لمدة 7 أيام لجميع المراكز الانتخابية. جهد جهيد في مدينة أخرى من مدن ليبيا يسعى لتنظيم الانتخابات البلدية الأكثر مساسا بالمواطن من ناحية الخدمات وتأثيرها على الحياة اليومية.